إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحمد الله جل في علاه على ما أسبغ علينا من النعم والآلاء، كما قال تبارك وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن نعم الله تبارك وتعالى سابغة كثيرة، لا تدخل تحت عد أو تحت حصر. وإن أعظم النعم على الإطلاق نعمة الإسلام والتوحيد والسنة. ومما يجري في مجرى هذه النعمة العظيمة الجلة نعمة الاجتماع على مذاكرة كلام الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فخير ما اجتمع عليه المجتمعون وتنافس في تحصيله المتنافسون علم الكتاب والسنة، وأعظم ما يحصل ويطلب توحيد الله تبارك وتعالى، إذ إنه أفرض الفرائض وأوجب الواجبات وأولها، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسر السلف هذه الآية بقولهم: إلا ليوحدون، فإنه لا معنى للعبادة بدون توحيد. فمتى شارك الله تبارك وتعالى شريك في العبادة كانت هباء منثورا، كما قال الله تبارك وتعالى جل في علاه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فأوجب واجب وأعظم واجب هو توحيد الله تبارك وتعالى، والتوحيد هو إفراد الله جل في علاه بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، أن يعبد الله تبارك وتعالى وأن لا يشرك به شيئا. وهذا المعنى مضمن في كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي يكررها المسلمون صباح مساء، إلا أن الكثير منهم لا يدركون معناها. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. هذه كلمة التوحيد: لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، فلا تجوز العبادة إلا له. العبادة حق محض صرف لله تبارك وتعالى، لا تجوز لغيره، ومن صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. ومن طالع نصوص الوعيد المترتب على الشرك استشعر خطورته. الشرك هو أخطر شيء يهدد دنيا الإنسان ويهدد آخرته.
قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار عياذا بالله. وأدل على هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تتمحور وتدور حول هذا المعنى، وتبين خطورة الشرك الذي هو نقيض وضد التوحيد. فإذا كان التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأن تجعل الله عز وجل واحدا في عبادته، وأن تكون كل العبادات له وحده لا شريك له، فإن الشرك على الضد من ذلك وعلى النقيض منه يجعل الشركاء مع الله تبارك وتعالى. وكثير من الناس يخطئون في فهم معنى الشرك، فينصرف ذهنهم ابتداء إلى عبادة الأصنام، يعني هذا التمثل وهذا المعنى خلفته مجموعة من التراكمات من أفلام ومسلسلات بين قوسين يسمونها دينية، يعني خلفت عند الناس في الثقافة الشعبية أن الشرك هو مجرد عبادة الأصنام، حتى أن الناس إذا خوطبوا بهذا الخطاب قد يعني ينصرف ذهنهم ويفهمون من الشرك ما تعلموه من الأفلام والمسلسلات الدينية كما قلنا، يعني فقط عبادة الأصنام، بينما النصوص الكثيرة من الكتاب ومن السنة تدل على أن الشرك يأخذ الكثير والكثير من الصور والأنواع. نأخذ على ذلك مثالا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء شركا. في نصوص كثيرة سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقات هذه السلسلة المباركة تفقدوا توحيدكم، سيأتي معنا ذكرها وذكر الأدلة الدالة على أن تلك الأقوال أو أن تلك الأفعال من الشرك المضاد والمنافي للتوحيد. الشاهد هو أن أغلى ما يملكه العبد المسلم في دنياه هو توحيد الله تبارك وتعالى، فوجب التفقه فيه، ووجب تعلمه، ووجب التمسك به، وأن يعض عليه الواحد منا بالنواجذ. إذا كان أحدنا يحرص حرصا شديدا على دنياه، وعلى أن لا تضيع منه، يعني لا يضيع منه متاعها وأعراضها الزائلة، فإنه أحرى به وأولى به أن يكون أشد حرصا على ما يكون به فلاحه في الدنيا والآخرة، لأن التوحيد له فضل عظيم وعظيم جدا. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لصحابته عندما استشكلوها ولم يفهموها فهما صحيحا، فقالوا: أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم وصحح لهم الفهم، وبين لهم أن الظلم في هذه الآية هو الشرك، وقال لهم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في هذه الآية بالشرك. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أي وحدوا الله تبارك وتعالى واجتنبوا الشرك، أولئك لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. هم آمنون في الدنيا من الفتن ومن الرزايا والبلايا، وآمنون في الآخرة من عذاب الله تبارك وتعالى، وهم مهتدون في الدنيا، يهديهم الله عز وجل ووفقهم إلى الصراط المستقيم وينجيهم
من فتن من الفتن ومن الشهوات والشبهات، وهم مهتدون في الآخرة إلى سبيل وطريق الجنة، حيث الرضوان وحيث النعيم المقيم، وحيث رؤية وجه الله تبارك وجه الله تبارك وتعالى الذي هو أعظم النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة، جعلني الله وإياكم منهم. فهذه الفضائل التي دلت عليها نصوص الوحيين تجعل العبد أشد تمسكا بالتوحيد من أي شيء آخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث قدسي، قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. هذا الحديث العظيم يدل دلالة عظيمة على فضل التوحيد، اجتناب الشرك وإفراد الله عز وجل بسائر العبادات، حتى تكون حياة العبد وحتى يكون محياه ومماته، وحتى تكون صلاته ونسكه وصدقته وحجه وعباداته كلها لله تبارك وتعالى، فتنقاد جوارحه وينقاد قلبه توحيدا لله عز وجل. يعني يكون القلب يعني معلق بالله عز وجل، أن تكون تعلقات قلبه دائرة حول ما يرضي الله عز وجل، فلا يشرك بالله تبارك وتعالى بقلبه، ولا يشرك بالله عز وجل بلسانه، ولا يشرك بالله عز وجل بأفعال جوارحه. فهذه حقيقة التوحيد التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يكون حقيقا بها، متحققا بها، ملتزما بها. ومن هذا الباب ومن باب النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، تأتي هذه السلسلة المباركة، سلسلة تفقدوا توحيدكم، لتسلط الضوء على كثير من الأقوال والأفعال الشائعة بين الناس والتي تنافي التوحيد، ومنها ما يهدم التوحيد من أصله. والناس يعني قد اعتادوا يعني اعتادوها ودرجوا عليها، وليس لهم قصد بطبيعة الحال في أن يشركوا بالله عز وجل، لكن وجب التنبيه ووجب اجتناب تلك الأقوال وتلك الأفعال التي قد توقع الإنسان في سخط الله عز وجل من حيث لا يدري. وفي الحديث المشهور أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه يعني مقدمة بين يدي السلسلة، تحدثنا فيها عن توحيد الله عز وجل، عن معناه وعن حكمه، وأنه أوجب الواجبات وأولها وأعظمها، وتحدثنا أيضا عن شيء من فضل التوحيد وفضائله عظيمة كثيرة. ونختم إن شاء الله عز وجل بالحديث عن وجوب الدعوة إلى التوحيد. فما منا من أحد إلا ويعني قد أحاطه الله عز وجل علما بشيء مما يتعلق بالتوحيد، فوجب عليه أن يبلغه غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمؤمن حريص على إيصال الخير لإخوانه المسلمين، وأشد ما يكون المؤمن حرصا في تبليغه وبيانه وإيصاله لإخوانه التوحيد نظرا لعظمته. فالتوحيد متى تخلف ضاعت على العبد دنياه وأخراه. فالتوحيد كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فلذلك وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي مكث في قومه يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ويدعوهم أشد ما يدعوهم إلى التوحيد،
يعني مشددا البيان ومشددا الإنكار على من خالفه. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يحمل الناس على توحيد الله تبارك وتعالى، كما كان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عاش على ذلك عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، فكانت دعوته دائرة أساسا على توحيد الله تبارك وتعالى، وكان يوصي بذلك صحابته الكرام، كما في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. فالتوحيد أهم ما يجب أن يبين للناس، فمتى تعلمت شيئا من الألفاظ التي تخدش في التوحيد وتضاده وتناقضه وجب بيان ذلك للناس. كثير من الألفاظ قد انتشرت في الناس وهي من الشرك عياذا بالله، وكثير من الأفعال كذلك، وهذا ما سنحرص إن شاء الله عز وجل في هذه السلسلة الطيبة المباركة على بيانه، حرصا على إيصال الخير للأمة وإقامة للحجة وبيانا للمحجة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية. لا تنسوا الاشتراك في خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.